أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وجود النباتات في المنازل والمكاتب له فوائد كتيرة جدا. النباتات الداخلية بتجمل المكان وتنقي الجو وتريح الأعصاب، كما إن لبعضها رائحة جميلة عطرية. لما بنتعود على شكلها بتصبح جزء مهم في ديكور المنزل. لكن للأسف البعض مننا بيقابل مشاكل كتيرة عند اقتناء النباتات المنزلية. في الفيديو ده هقولك أهم أسباب موت النباتات المنزلية وطريقة العلاج. المياه. كثرة أو قلة المياه بتكون السبب الأساسي لزبون النباتات وموتها. وعموماً قبل ما أروي النبات أضع يدي على التربة للتأكد من احتياجها للماء. ولما أجد حواف الأوراق بنية أو سقطت أو جافة أعرف إن السبب الماء. وعموماً أغلب النباتات لا يتم ريها إلا مرة في الأسبوع، وفي أنواع بتتحمل العطش مثل الصبارات. كمان لازم أتأكد من وجود ثقوب بالقصيص، والثقوب دي بتصرف الماء الزائد عن حاجة النبات، لأن الماء الزائد بيسبب تعفن الجذور. الإضاءة. في نباتات داخلية لا يجب تعرضها للشمس، وفي نباتات يجب تعرضها للضوء المباشر. لذلك قبل ما نشتري النبات نعرف المكان المناسب لنموه إيه، بجانب النوافذ ولا في البلكونات ولا في المكان الظل. المهم نعرف المكان المناسب ليه والإضاءة المناسبة ليه. التسميد. النبات مثل الإنسان بيحتاج للغذاء والماء. الإصفرار للأوراق معناه دايماً علامة على قلة التسميد. وإنت بتشتري النبات اشتري سماد متكامل معاه NPK، وبيسمد مرة في الشهر. حجم القصيص. قد يكون النبات حجمه أكبر من حجم القصيص ولا يحصل على مكان كافي للنمو، لذلك احرص على وضع النبات في القصيص الملائم له. النمل. لا يسبب ضرر للنبات ولكنه مصدر إزعاج لينا. لو كان النمل في القصيص نرش على التربة مسحوق القهوة أو الفلفل الأسود للتخلص من النمل. وممكن كمان نستخدم مبيدات حشرية وننظف القصيص كل مدة ونغير التربة. لو النمل على النبات بنستخدم نوع من أنواع الصابون بيباع في الصيدليات للقضاء على النمل، ونرش حول القصيص خل وملح للقضاء على النمل الهارب. تاني إصابة حشرية، البق الدقيقي. وجود حشرات بيضاء قطنية على النبات ده معناه بق دقيقي. نقص الأوراق المصابة ونرميها، ونستخدم الكحول والقطن لتنظيف النبات كويس، وممكن تنظيفه أيضاً بثلاث نقط من صابون الأطباق ونمسحه جيداً بالماء، ونكرر نفس العملية بعد أسبوع. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير، ولا تنسوني في صالح دعائكم. الدكتورة سميرة صالح.